السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم صفاء، موزعة معتمدة مع شركة فوريفر ليفين برودكتس. بالنسبة لموضوع الفيديو ديال اليوم، جيت نتقاسم معكم واحد لا كوموند اللي درتها خصيصا لواحد المجموعة ديال الناس اللي بغاو بعض المنتوجات، واللي من بينهم لو سيك دي دوغون كيفما كتشوفوا معايا. فدابا حنا في الفترة ديال الصيف، وأغلبية ديال الناس كيكون عندهم مشكل ديال الرائحة ديال العرق، فبالتالي احسن منتوج اللي ممكن نستعملو تحت بيطانه واللي طبيعي وما فيهش لي سيل دالومنيوم هو هاد لو سيك دو دوغون اللي كتشوفوا معايا، واللي خديت فيه واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره، يعني رضا الزبناء ديالي. وحتى نتوما الا كنتو بغيتو تستافدو من هاد لي ستيك هادو، راهم اقتصاديين وكيبقاو مده طويله، يعني تقدروا تستافدو منهم حتى نتوما. مرحبا بكم، راه الرقم غادي تلقاوه هنايا في هاد لا فيديو. الوغ حاجه اخرى اللي بغيت نهضر عليها كذلك هو هاد لوبريت، اللي هو احسن معجون اسنان في العالم، كيتعتبر هو الرقم الثاني في العالم اللي ما فيهش الفليور، فهو ممتاز ومزيان بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال النزيف ديال التا، ايضا قرحه المعده، وكيرد الاسنان اللون ديالهم الطبيعي، يعني المكونات ديالو جد طبيعيه. كذلك هنا عندنا الكيتس اللي فيه واحد مجموعه ديال الخضر والفواكه و لي فيتامين. ثم عندنا الفايلز اوف جرين اللي هو مكمل غذائي اللي عنده علاقه بالجهاز الهضمي. وهذه هي لا كوموند ديالي في الاخير، صورتها لكم كامله، فإلا بغيتوا شي حاجه مرحبا بكم، الرقم ديالي غتلقاوه هنا في الفيديو.